هذا يسأل عن حضور، عن حكم حضور، عن حكم إجابة دعوة زواج فيها مزمار ورقص. لا يجوز هذا، لا يجوز لك تحضر، لأن المزمار والرقص حرام، إلا إذا كنت تغير هذا، إذا كنت تغير هذا المنكر، إذا حضرت فيجب عليك الحضور لأجل إزالة المنكر. أما إنك تحضر وتسكت هذا لا يجوز لك، لأن هذا منكر ولا يجوز حضوره ولا السكوت عليه.